العصور القديمة كانت الدول المهيمنة تأخذ أبناء ملوك وحكام الدول الخاضعة لها كرهائن لضمان عدم تمرد تلك الدول، وبسبب ضعف مقدونيا اضطر ملكها أمينتس الثالث لإرسال ابنه الصغير فيليب الثاني ليعيش رهينة في بلاط ملوك إليريا ثم طيبة عام 368 قبل الميلاد. أثناء وجوده في المنفى درس فيليب التطويرات التي أحدثها إيبوميناندس وبيلوبيدس على جيش طيبة ليصبح القوة العظمى المهيمنة على بلاد اليونان، فاستحدث النظام المائل بتركيز قوة الجيش على أحد الأطراف لحسم المعركة بسرعة، وهو ما حصل في معركتي لوكترا عام 371 قبل الميلاد ومانتينيا عام 362 قبل الميلاد. وكذلك تكوين قوات نخبوية وهي الرابطة المقدسة يمكنها التفوق على أفضل محاربي إسبرطة واصطياد قادتهم وضباطهم أثناء المعركة. احترف مقاتلو الرابطة القتال ولم يكونوا كبقية المحاربين الذين يتم جمعهم وقت الحرب ويصرفون إلى أعمالهم وقت السلم، فكانوا أكثر انضباطا ومهارة وقوة في ميدان النزال. لفتت نظره أيضا تطويرات إفيكراتيس أحد قادة أثينا الذي حرص على زيادة خفة الحركة والقدرة على المناورة للمقاتلين في الميدان بدلا من التكتل في تشكيلات ثقيلة بطيئة، لذلك ألبسهم دروعا من الكتان وأحذية أفضل وأخف وزنا، وكذلك خوذ التراقية عوضا عن الكورنثية الثقيلة والتي تحدد الرؤية، وكذلك حمل جنوده طروسا أصغر سميت بيلتا ورماحا أطول يبلغ طولها 3.6 متر، فكان مداهم القتالي أكبر من بقية المقاتلين. لكن هذا النمط الحديث من الجنود لم يستمر طويلا في الجيش البري لمدينة أثينا، لأن المقاتلين بحاجة لدروع أقدر على حمايتهم بشكل أكبر، وإنما بقيت في قواتها البحرية حيث تعتبر خفة الحركة ومدى الأسلحة من الأمور المهمة أثناء الصدام بين السفن. عاد فيليب إلى مقدونيا عام 365 قبل الميلاد، وبعدها بست سنوات أي عام 359 قبل الميلاد قتل أخاه الأكبر بيرديكس الثالث في معركة ضد الإليريين، فاعتلى فيليب عرش مقدونيا وكانت الدولة في أضعف حالاتها والأعداء يتربصون بها من كل جانب، لذلك بادر فيليب لإصلاح جيشه قبل فوات الأوان. كان جيش مقدونيا في معظمه يتكون من مشاة خفيفة ينحدرون من طبقة المزارعين والفقراء المعدمين ويفتقرون للتسليح الجيد والتدريب الكافي، ورغم وجود قوات تحترف القتال على النمط التقليدي لمحاربي الهوبلايت اليونانيين لكن عددها قليل جدا مقارنة بالدويلات اليونانية الأخرى. بدأ فيليب مباشرة بتجنيد 4000 شاب وألبسهم الخوذة البرونزية الفريجية ودرع من الكتان وترس بيلت الصغير وأحذية طويلة وواقيات للساق. هذا التدريع الخفيف عوضه بالسلاح الجديد الذي استحدثه، رمح ساريسا بطول يتراوح بين 4 إلى 6 أمتار، وهو مصنوع من خشب الدردار أو القرانية، أجود أنواع الخشب الإغريق الذي يمتاز بالاستقامة والقوة والمرونة في ذات الوقت، وكذلك يتوفر بكثرة في غابات مقدونيا، لذلك طلب فيليب كمية كبيرة منه لصناعة العدد اللازم من الرماح لجيشه. زود الرمح برأس حديدي مدبب يبلغ طوله 51 سنتيمتر ووزنه 1200 جرام، وصمم ليخترق الدرع وينفذ في جسد المحارب. أما زجه أي مؤخرة الرمح فيحمل قطعة معدنية لمعادلة الوزن، لأن المقاتل يحمل الرمح من ربعه الأخير كي يستفيد من طوله. يمكن للمحارب غرز الزج في الأرض لتثبيت الرمح وخاصة أثناء التصدي لهجمات الخيالة. احتوت مقدونيا على مناجم الحديد والبرونز، لذلك لم يواجه فيليب صعوبات في صناعة سلاحه المدمر. طول الرمح يتطلب من المحارب استعمال كلتا يديه لحمله والطعن به، لذلك ليس من الممكن حمل الترس باليد اليسرى كبقية المحاربين اليونانيين، فكان لابد من تعليق الترس بحزام على الكتف كي يتوزع ثقله بدلا من إجهاد اليد اليسرى بذلك. حمل الجند الجديد أيضا رمح قصير وسيف كأسلحة ثانوية تستعمل عند الضرورة. طول الرمح يختلف لأن الجنود في الأمام تكون رماحهم أقصر من رماح من خلفهم كي يواجه العدو جدارا من الرماح التي تضرب في آن واحد. الرمح يتكون من قطعتين طول الواحدة متران إلى 3 أمتار يفصلان عن بعضهما خلال المسير،
ويوصلان عند الاستعداد للقتال. تكمن أهمية الرمح الطويل ساريسا باستخدامه ضمن تشكيلة من المشاة المتراصة الذين يشكلون مع بعضهم البعض جدارا لا يمكن اختراقه. سميت التشكيلة بالفالانكس المقدوني، وتتكون من وحدات أساسية صغيرة تدعى ديكس، وكل وحدة تحتوي 10 جنود، تم زيادتهم لاحقا إلى 16 جندي. في المقدمة يقف الديكا دارك، وهو قائد الوحدة وأكثر جنودها خبرة، وراتبه 3 أضعاف الجندي العادي. يليه جنديان من أصحاب الخبرة، وجندي ثالث خبير في آخر الصف، وهؤلاء رواتبهم ضعف راتب الجندي العادي الذي يقف في المراكز 4 إلى 15 في كل ديكاس. كل 8 وحدات ديكاس تشكل مع بعضها وحدة أكبر تسمى تاكسيس، قوامها 128 جندي بطول 16 جندي وعرض 8 جنود. تدمج وحدتي تاكسيس لتكوين وحدة اسمها سنتاجما، وعديد جنودها 256 جندي يقودهم سنتاجما تارك. وحدة التاكسيس يقودها ضابط يلقب لوكيغوس، ويساعده عدة رجال في مهام معينة. أوراغوس ومهمته تسوية الصفوف وإعادة كل جندي يخرج من الصف إلى مكانه الطبيعي. هايبريتيس خيال ينقل البريد بين قادة الوحدات المختلفة. سلفينجيتيس وهو الذي يصدر الأوامر الصوتية من خلال بوك يحمله. سيميوفوروس يصدر الأوامر المرئية بواسطة الراية التي معه. ستراتيكوروس شخص يتميز بصوته العالي ويصيح موجها أوامر القائد للجنود وسط صخب المعركة. أثناء الزحف يرفع عناصر التاكسيس رماحهم بشكل عمودي، وحين يقتربون من العدو يجعلونها بزاوية 45 درجة حتى تتصدى لبعض المقذوفات التي يلقيها العدو. بينما يوجه رجال الصفوف الخمسة الأولى رماحهم إلى الأمام، فيتشكل جدار من 40 رمحا يصعب اختراقه من نخبة محاربي اليونان والعالم القديم. في عام 359 قبل الميلاد درب فيليب 4000 من جنوده الجدد ضمن هذا النظام، وقد دفعهم للسير والركض بكامل عتادهم الحربي لمسافات كبيرة كي يعدهم للحملات الحربية، وكذلك دربهم على الانضباط والمرونة في تغيير شكل التشكيلة وفق الظروف التي قد تطرأ على سير المعركة. كان في جيش فيليب أيضا وحدة نخبة تدعى بيزيتايروي، أي الرفاق المشاة، وقد تم اختيارهم من أقوى المقاتلين وأضخمهم أجساما وجعلهم الحرس الشخصي للملك، وتم تدريبهم ليكونوا أفضل الجنود في جيشه. أثناء القتال يقفون على ميمنة التشكيلة حيث موضع الشرف والبطولة في الجيوش القديمة. اختلف المؤرخون في تسليح البيزيتايروي، فمنهم من قال بأنهم مسلحون برماح ساريسا كبقية الجيش، ولكن الفرق بأن هؤلاء أكثر مهارة وخبرة، بينما قال البعض الآخر بأنهم مشاة ثقيلة كمحاربي الهوبلايت في بقية الجيوش الإغريقية. في عهد الإسكندر سمي جنود المشاة بزيتايروي، وسميت قواته الخاصة هايباسبست. اشتهرت مقدونيا بأجود أنواع الخيول في بلاد اليونان، وبأنها تقدم أفضل الخيالة في فترات سبقت حكم فيليب، فقد أثبتت مكانتها خلال حرب البلوبونيز التي وقعت بين عامي 431 إلى 405 قبل الميلاد، والحرب بين إسبرطة وأولينثوس بين عامي 382 إلى 379 قبل الميلاد. لقب هؤلاء هيتايروي، ويعني الرفاق، لتوضيح العلاقة المتينة بينهم وبين الملك. عندما اعتلى فيليب العرش لم يكن لديه الكثير من خيالة الهيتايروي الذين قتل غالبيتهم في المعارك السابقة مع الأليريين. عوض فيليب النقص بترقية أتباعه لطبقة النبلاء وضمهم للخيالة. في وقت لاحق أدخل الثيساليين والكريتيين وغيرهم من اليونانيين ضمن نبلاء مقدونيا لزيادة حجم خيالتها. تسلحت خيالة الرفاق برمح قصير طوله مترين فقط يدعى زيستون، وهو مصنوع من خشب القرانيا كرماح ساريسا، يستعمله الفارس بيد واحدة لصغر حجمه وخفة وزنه. سنان الرمح من الحديد مدبب قادر على اختراق الدروع البرونزية وجسم المحارب الذي يرتديها. يحمل الخيال أيضا سيوف كوبس أو زيفوس كسلاح ثانوي. وأما من ناحية التدريع فقد ارتدوا دروع خفيفة من البرونز أو الجلد السميك، وواقيات للأقدام ودرع معدني لحماية الرقبة، وكذلك الخوذة الفريجية الحديدية.
لاحقا في عصر خلفاء الإسكندر اعتمروا الخوذ البيوشية. اختلف المؤرخون فيما إذا حمل خيالة الرفاق تروس بيلتا أم لا في عهد فيليب، لكنهم لم يحملوا أي تروس في عصر الإسكندر. نظمت الخيالة المقدونية ضمن مجموعات تسمى إحداها ألاي، وتتكون من 200 فارس من نفس المقاطعة، بينما تشكلت سرية خاصة سميت بساليكي ألاي أي السرية الملكية، وقوامها 300 فارس. تتخذ سرايا الخيالة شكل الإسفين أثناء القتال، ويكون قائد السرية في المقدمة لكي تكون له رؤية كاملة لساحة الميدان وينطلق فيتبعه البقية. يمكن أن يكون الإسفين ممتلئ فيتكون من 20 صف، في آخر صف 20 فارس، وقد يكون أجوف لتغطية مساحة أكبر. لا يمكن للخيال المقدونية الهجوم على تشكيلة متراصة مشرعة الرماح، وإنما استخدم الرماة لإحداث خلل في تشكيلة العدو، ثم يندفع الخيال نحو نقطة الضعف هذه فتخترقها وتحدث ثغرة في التشكيلة. بعدها تصل قوات المشاة وتوسع هذه الثغرات وتستثمرها حتى ضمان الانتصار في المعركة. حقق فيليب بهذا التكتيك أولى انتصاراته ضد الإليريين عام 357 قبل الميلاد. كذلك طور تكتيك المطرقة والسندان بالتعاون بين المشاة والخيالة لمهاجمة وحدة للعدو من الجانبين، وهو التكتيك الذي اعتمده ابنه الإسكندر خلال حملاته نحو الشرق. لم يكن خيالة هيتايروي الخيالة المقدونية الوحيدة، فهناك نوع آخر من الخيالة يدعى برودروموي، ومعنى الاسم العادون قدما. وهم خيالة خفيفة يرتدون الكتان والقبعات المقدونية التقليدية كويسة. اختلف تسليح البرودروموي وفق أدوارهم في المعركة، فكان منهم الكشافون المسلحون بالحراب حيث يلقوها على العدو لمناوشته من بعيد. النوع الآخر يسمى ساريسا فوروي، ويحمل رمح طويل ليس بطول رمح الساريسا للمشاة، لكنه بطول كافي ليستعمله الفارس بيد واحدة. هؤلاء يقاتلون ضد وحدات خيالة العدو، وهم كخيالة الرفاق ينظمون ضمن آلايات ويتخذون تشكيلة الإسفين أثناء الهجوم. استخدم فيليب أدوات الحصار لمساعدة جيشه على فتح الحصون والمدن المنيعة بسرعة وسهولة، ومن ذلك حصار مدينة إنفوبليس عام 357 قبل الميلاد، حيث استخدم رأس الكبش وبرج الحصار. بعد أن رأى فيليب تأثير أدوات الحصار، قام بتشكيل وحدات هندسية ضمن جيشه مختصة بصناعة وتشغيل هذه الأسلحة الثقيلة. من بين أدوات الحصار التي أدخلها فيليب لجيشه منجنيق أوكسوبيليس الذي يقذف السهام الكبيرة لمدى يبلغ 275 متر لاستهداف المدافعين على الأسوار، وقد استعمل خلال حصار أولينثوس عام 348 قبل الميلاد. عملت الوحدات الهندسية المقدونية على تطوير أدوات الحصار في عهد فيليب، وذلك تحت إشراف بوليايدس، وهو مهندس خبير من ثيساليا استقدمه فيليب للاستفادة من خبراته وعلمه. ساهم بوليايدس بتحسين برج الحصار ورأس الكبش من حيث السرعة والحماية، وكذلك صنع منجنيق الفتل قرابة العام 340 قبل الميلاد، أو كما يسمى كتابيلتاي مكدونيكوي أي المنجنيق المقدوني. يتكون هذا المنجنيق من حبال يتم فتلها أو جدلها بشكل قوي حتى تخزن الكثير من الطاقة الكامنة، وعند تحريرها يندفع المقذوف إلى مسافات بعيدة تتجاوز 300 متر وبقوة كبيرة يمكنها ضعضعة الأسوار. كانت إصلاحات الملك المقدوني فيليب الثاني ثورة في مجال الحروب، وقد بنى الأساسات لمشروعه الكبير للسيطرة على العالم، وهو ما أتمه ابنه الإسكندر الكبير، فالأهداف العظيمة تحتاج عدة أجيال لتحقيقها.